عالميا. كره من الجهه اليسرى لمصلحه ابناء الاكاديميه، انطلاق البحث عن كره عرضيه، يبحث محمد سراج، يمر محمد يبحث عن التبرير، محمد خطيره في المرمى في الشباك، الهدف الاول لابناء الاكاديميه. يبداون مع الانطلاق الدقيقه الرابعه واولى الاهداف عن طريق القناص، عن طريق الهداف يوسف الخطيب اللي يسجل ثاني اهدافه في البطوله، كان سجل في اللقاء الاول على مرمى وفي مرمى نادي سون سامسونج مره اخرى يظهر، لكن مجهود كبير جدا من جانب محمد سراج. مر محمد، عدى محمد، وهي كره رائعه على طبق من الماس للمتالق يوسف الخطيب، يضع في مرمى بوتلوف ويعلن عن افتتاح عداد هذه المواجهه بطريقه بوتلوف. محمد سراج يتريث، حكم المباراه خالد النابت يعطي اشاره التنفيذ. محمد سراج في المرمى، نعم في المرمى في الشباك على يسار بوتلوف، من اروع ما يكون باجمل الفنون، وضع في شباك بوتلوف واعلن عن الهدف الثاني لابناء الاكاديميه في هذه المباراه عند الدقيقه العاشره. تركيز كبير جدا يريدها في المرمى، فكان له ما اراد، اراد في الشباك فكان له ما اراد. رقم 9 يقف على الكره، بلوخونوف اقرب اللاعبين لتنفيذ، بلوخونوف يرسل كره في المرمى، نعم في المرمى في الشباك لمصلحه نادي زينيت. قلت وذكرت بان هذا التراجع المبالغ فيه في الشوط الثاني قد يعطي ثقه لنادي زينيت سان بيترسبورغ. الان الثقه تترجم لهدف لوصول عن طريق بلوخونوف من ركله حره مباشره في مرمى امير كتول. 2-1 حتى اللحظه، زينيت يقلص لسيتاني كيتا، حضر كره بينيه جميله لمصلحه الفريق الروسي، حذر من استقبال الهدف الثاني. نعم الهدف الثاني، الهدف الثاني في هذه اللحظات عن طريق البديل كوزلوف. قلت وذكرت بان الامور لم تنتهي المواجهة، كوزلوف يسجل ثالث هدفه في البطولة وهدفه الثاني في هذه المباراة، او الاول بعدما دخل كبديل من اجل تغيير وتبديل مسار هذه المباراة. استلم كرة خلف المدافعين وهي كرة في مرمى امير كتول ليعلن عن افتتاح النتيجة مرة اخرى لزينيت سان بيترسبورغ. مهارة عندهم، القوة البدنية والاندفاع. محمد سراج للجهة اليسرى، فرصة للتسديد من هذه المراوغة، يمر وكرة في المرمى، نعم لأكاديمية سباير، كرة تريدهم، نعم أرادتهم فكانت في الشباك، كرة في مرمى بوتلوف، الهدف الثالث من وضعية صعبة، من هدف لم يكن منتظر، من صورة غير مألوفة، يضع الهدف الثالث فريق أكاديمية سباير. شوف الانطلاقة في الجهة اليسرى، استلم محمد سراج، حضر محمد سراج، مراوغة كانت حاضرة من جانب البديل مبارك شنان، وكرة بمباركة في المرمى في مرمى الحارس بوتلوف تعلن عن الهدف الثالث، ابعدها المدافع، اصطدمت بمبارك ويريح وسط الميدان باحتفاظه بالكره مباشره جميله. سيف الدين فضل الله من على الخط يعيد كره مره اخرى لمصلحه ابناء الاكاديميه. الله على التمويه، الله 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 يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، مونديالي مونديالي، عالمي عالمي عالمي، من اروع ما يكون، ما هذا الابداع، ما هذه الفنون. كرة مميزة من جانب جاسم الشرجني، جسمها، عطرها، وضعها في الشباك، هو الأجمل في المباراة. يا جاسم يا جاسم، بحث عليها في الوالة الأولى، سددها، عادت إليه، أرادته من أجل أن يكملها في الشباك، بعيدة 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 عليك يا بوتلوف، لن تحصل عليها يا بوتلوف، ارتمى بكل ما أوتي من قوة وقدرات بدنية، لم يحصل عليها، لن يحصل عليها، أقول جزما، أقول لن يحصل عليها، لأن الكرة كانت بعيدة، رائعة مميزة.